طب التمن كان كبير؟ طبعا، مش فلوس، مش أموال، لا، ده دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى لهم ان هم ان احنا يعني ربنا يجمعنا بيهم بسلام وامان في يوم عظيم في يوم القيامه. بقول ده دفع ثمن من شعب مصر كله. وبالمناسبه دول ابناء كل اللي موجودين قدامي واللي موجودين كمان في بيوتهم مش شايفينهم دلوقتي. وعشان كده دايما باكد ولما اتكلم على الشهداء والمصابين في مناسبات يقول لك هو ده يعني ده مناسب في كل وقت، ولا يمكن ان احنا ننساهم، ومش وعيب علينا جدا ان احنا ننساهم، ولا يبقى ننسى الفضل والكرم اللي هم عملوا بيه بلدهم وقدموا بيه ارواحهم. عشان اقول في يوم من الايام وانا قاعد دلوقتي كده ان بعد 10 سنين تقريبا احنا الحمد لله رب العالمين مفيش، الحمد لله رب العالمين مفيش ارهاب. طب انا استكمالا للنقطه ديت، هل بقى بعد واحنا بنقابل شويه تحديات زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي كلنا نبقى خايفين ولا واثقين في الله اولا ثم في انفسنا؟ الثقه في مين؟ في الله اولا ثم في انفسنا. هل احنا عملنا حاجه كشعب اذينا او اعتدينا او يعني احنا صبرنا صبر كبير جدا جدا عشان ما نخشش في صراع مع حد؟ وربنا اللي يعلم. وحاولنا بقدر الامكان خلال فتره 2012 و13 ان احنا ما نصلش ابدا لمواجهه، بس ما نجحناش. مش انا اللي ما نجحتش، هم اللي ما نجحوش، هم اللي ما نجحوش. وتصوروا ان هم ممكن قوي باللي بيعملوه يهدوا مصر. وكنت دايما اقول ما فيش حد يغلب دوله، ما فيش حد يقدر يضيع شعب، مفيش حد يقدر. فمهم قوي ان احنا مش بس نسمع ده ونقوله دلوقتي وحتى نصفق ليه، لا، نصمد ونقف زي ما وقفنا لهم، نقف لظروفنا. وظروفنا مش بتاعتنا احنا اللي عملناها، دي ظروف القدر سبحانه، قدر الله سبحانه وتعالى شاء ان الدنيا تبقى كده 3 سنين اللي فاتوا.